النشرة الثقافية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. يعد الموسيقار أحمد مالك من أهم صانعي الموسيقى التصويرية بالجزائر. أحمد مالك خلف إرثا موسيقيا غنيا تنوع بين التأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا. أحمد مالك ظاهرة موسيقية اتسمت بالجودة والخصوصية في عالم تأليف الموسيقى التصويرية. ولد في 6 مارس عام 1931 بالجزائر العاصمة. التحق بالمعهد الموسيقي سنة 1942، ومع حلول سنة 1947 انخرط أحمد مالك في الجوق العصري للإذاعة الوطنية تحت قيادة مصطفى اسكندراني، كما كان يتعامل مع بعض الفنانين والفرق الجزائرية موزعاً موسيقياً قبل أن يؤسس في منتصف القرن الماضي فرقته الخاصة. عقب الاستقلال سطع اسمه كأحد أبرز مؤلفي الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام التي أخرجت في تلك الحقبة. أجاد بأدواته الموسيقية وثقافته الراقية في التعبير عن كثير من مضامين هذه الأفلام، مهتماً بكل دقيقة وجزئية في صيرورة الخط الروائي لها، جاعلاً من المشاهد يندمج بكل مشاعره مع أحداث الفيلم. ومن روائع أحمد مالك موسيقى فيلم عطلة المفتش الطاهر، ليلى وأخواتها، مغامرة بطل، وسقف عائلة، ورحلة شويطر. وأشهر عمل قدمه للتلفزيون كان مسلسل الحريق، كما عمل الفنان مع تونسيين من خلال فيلم عزيزة سنة 1970 لتنطفئ شمعة أضاءت صناعة السينما في الجزائر سنة 2008. وللحديث أكثر عن الموسيقار أحمد مالك يحضر معنا الموسيقار الجزائري قويدر بوزيان. أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة والتشريف هذا، باش نقدروا ندردشوا ونتكلموا على المرحوم أحمد مالك، اللي هو طبعا من رواد ومن فطاحلة الموسيقى التصويرية خاصة الذي تخصص فيها. وطبعا كانت التفاته يعني جد طيبه انا ذاك، لان كان لازم ان يسد هذا الفراغ مع رحيل الاستعمار الفرنسي وكل ما وتبعاته من فنانين وممكن ومؤلفين موسيقيين الى اخره. كان لازم ان يقود المركبه وان يستلم المشعل واحد كما احمد مالك او ايغربوشن او مالك ايماش او عبد الوهاب سليم، يعني والقائمه كبيره. لكن أحمد مالك كان تخصص هذه النقطة سيدي فقط. نعم. حدثنا عن بدايات أحمد مالك وكيف ولج عالم الموسيقى. أحمد مالك كان من 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 من, من الشباب اللي عنده هذيك البذرة نتاع التلحين، عنده البذرة نتاع التصور النغمي اللي يقدر يلبس أي بيت شعري مثلا أو أي مشهد درامي يلبسه لوحة فنية نغمية موسيقية معينة. إذن وهذا هو الذي كان يربط بين الموسيقى والشخوص. أكيد. في موسيقاه التصويرية. أكيد. هو بارع في هذه النقطة. أكيد، وخاصة أنه يحسن العزف على عدة آلات موسيقية، ولما تكون خبير بالآلات الموسيقية وتعرف مناطق صوت نتاع كل آلة ومناطق امتدادها وشدتها يعني الميزة نتاعها، أنك تقدر تتفاعل معها وتتعامل معها وتوظفها أحسن توظيف. وهذا اللي كان عند أحمد مالك الله رحمه ووسع عليه، وفعلا برز في عدة أعمال جزائرية. إذا ما قلناش جل الأعمال يعني الدرامية الجزائرية آنذاك، كان إلا وهو اللي قدم لها حتى لجينيريك حتى لجينجل حتى يعني كل ما كان أبياج إلى آخره. نعم، عندما تسمع موسيقى أحمد مالك تشعر أن الرجل مزج بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الجزائرية. كيف استطاع أحمد مالك استخلاص هذا المزيج الفريد من نوعه؟ هذا بالنسبة هذا يرجع إلى العلم، هذا يرجع إلى الموسيقى العلمية والتكوين. نعم. طبعا سيد بدأ تقريبا في الستينيات القرن الماضي. نعم. ممكن على في سن 14 سنة أو اعتنق الموسيقى من ناحية، واعتنق الجانب العلمي منها الجانب الأكاديمي منها. نعم. ويعني وحتى أنه
مشى مع فطاحل الموسيقى انذاك كما ذكرت إيغر بوشن مثلا او هارون رشيد عبد الوهاب سليم، يعني الاسماء اللامعه جدا، الموسيقيين الذين ساهموا في رسم الخريطه الموسيقيه فعلاً للجزائر غداة الاستقلال. فعلاً. وحتى كان سميع يعني عنده الجانب الثاني للموسيقى الغربيه يعني متوسع فيها اكثر ويتحكم في كل ما هو سيمفوني وموسيقى الغرفة وسونات سوناتين إلى آخره، هذه يتمكن منها مليح لأنها كان تكوين عندها عربي وغربي، وبحكم أنه ابن المرادية الغولف يعني حتى كان عنده هذه الطعمة أنت على الموسيقى الشعبية. نعم. العاصمية هذه حتى هذه زادت في 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 إثراء رصيده الموسيقي والأفكار يعني اللحنية اللي كان ينتجها آنذاك. نعم. ألف أحمد مالك في الستينيات وسبعينيات القرن الماضي موسيقى جينيريك نشرت الأخبار فعلاً في التلفزيون الجزائري، هل كان ذلك إراديا بمبادرة منه أم طلب منه؟ هو أنا نظن كان واجب عليه لأنه هو موظف بالتلفزيون، طالما تكون موظف تلفزيون لازم تسد أي فراغ أو أي حاجة، يعني هو كان منتبه جدا إلى هذه الفكرة هذه بالذات، على هذاك اللي كان يواكب التلفزيون ويدير دي جينجل كما أضفنا، يدير هذا الومضات هادو للجينيريك مثلا للمصاحبة الموسيقية للإليستراسيون إلى آخره، يعني كان من واجبه وكان يعني لازم أنه أحمد مالك يقوم بهذا العمل. صحيح. واصل أحمد مالك تجربته في الثمانينيات حيث أدخل تقنية جديدة هي تقنية الموسيقى الإلكترونية، وكانت له لمسة خاصة في ذلك، هل يمكنك أن تحدثنا عن هذه التجربة؟ هو واكب الموسيقى التكنولوجية. نعم. والعصر التكنولوجي انت تعرفي الزمان كان الميكرو تاع الشاربون الى اخره كان يعني بوسائل جد عاديه جدا، كانت التكنولوجيا في بداياتها. صحيح. طبعا. لكن هو احمد مالك انا وهنا وين تعرفت عليه لما صار تسمع احمد مالك يتكلم على تكنولوجيا حديثه ويتكلم على بعض المدن في امريكا وبعض الجوالات اللي قام بها وكيفاش احتك باسماء عالميه كبيره، من هنا بدات هنا. نعم. سأوقفك سيدي الكريم، شارك أحمد مالك في عدة ملتقيات وطنية ودولية واحتك بكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين وكذلك النقاد، كيف ساهمت هذه الجولات أو هذه الخبرة في إثراء رصيده الموسيقي؟ هذه من واجب أحمد مالك أنه لازم يصدر البضاعة المحلية ويعرف باللون الجزائري ويعرف بالطبوع الجزائرية طبعا وبالتفكير النغمي وبأسماء ورواد الموسيقى الجزائرية، وعلى هذاك كان أهل باش يكون يحل محل سفير الأغنية سفير الإنتاج الفني الموسيقي الجزائري عامة، وفعلا كان بفضل هذا الاحتكاك مع هذا الكبار هذو صنع العجنة انت أحمد مالك، ويعني وتنفعت منها البلد وتنفع منها تلفزيون يعني بصفة خاصة. شكرا جزيلا لك سيدي، كنت معنا سيد الموسيقار الجزائري الوقور السيد قويدر بوزيان. شكرا على كل هذه المعلومات. نزيد نضيفه له كان رئيس لجنة تعريف المصنفات بالديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة. أشكرك سيدي العفو. شكرا جزيلا. وفي موضوع آخر، تحل الجزائر ضيفة شرف في مهرجان العودة السينمائي الدولي المزمع عقده بغزة من 6 إلى 12 ديسمبر المقبل، ما اعتبره منظمو المهرجان تكريما لها ولمواقفها الأخوية مع الشعب الفلسطيني. المهرجان الذي سيكون تحت شعار انتظار العودة عودة سيعرض عدة أفلام جزائرية قصيرة من بينها فيلم أوبن لحسام الدين عباس وفيلم سنعود لعبد الجليل بولحبال وفيلم العالم كما أراه لرشيد باللحناقي، وسيعرف المهرجان مشاركة 177 فيلم من 42 دولة. صدرت مؤخرا نسخة جديدة من سلسلة كتب الجريمة السويدية الأشهر في العالم ثلاثية ميلينيوم التي تأتي بعد ثلاثية لارسون الأساسية.
تم الإعلان عن إصدار لسلسلة كتب الجريمة السويدية الشهيرة ميلينيوم، إذ تصدر منها 3 أعمال مقبلة بعد ثلاثية ستيغلارسون الأساسية التي نشرت بعد وفاته، ثم الثانية التي تولاها كاتب آخر من ذوي المؤلفات الأكثر مبيعاً. أعلنت دار بولاريس السويدية للنشر أنها حصلت على حقوق إصدار 3 أجزاء جديدة من مغامرات الصحفي الاستقصائي ميكائيل بلوماكفيست والمقرصنة المعلوماتية لسابث. واعتبر مدير النشر في دار بولاريس يونس أن تأمين استمرارية هذه القصة المحبوبة جدا أمر مبهج ومشرف. وتشكل سلسلة ميلينيوم أي الألفية أحد أهم الأعمال المنشورة في القرن 21، إذ بيعت منها أكثر من 100 مليون نسخة ونشرت في أكثر من 50 دولة في كل أنحاء العالم، واقتبست مرات عدة سينمائيا، لكنها ترافقت مع مصير مأساوي. ولم تقتصر عناصر نجاح ميلينيوم على السيناريو الجذاب الذي يميز روايات الجريمة في الدول الإسكندنافية بما يتضمنه من أسرار عائلية، بل أشيد به كونه نقداً اجتماعياً بارزاً للسويد المعاصرة ولمخاطر التقدم التكنولوجي واليمين المتطرف على الحريات، وكذلك للعنف ضد المرأة ودور وسائل الإعلام. وإلى الأدب الفلسطيني الآن، حيث نشر اللاجئ الفلسطيني ناصر أبو سرور ديوانا شعريا بعنوان عن السجن وأشياء أخرى. أبو سرور عاش في الأسر في سجون الاحتلال الصهيوني مدة 29 عاما، حصل خلالها على شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير من جامعة القدس تخصص علوم سياسية. الديوان يتألف من 25 قصيدة شعرية، وصفها الدكتور خليل عيسى بأنها كتبت بعبارات مجبولة بألم السجون والزنزانات، وفيها تشم رائحة الحديد. وتنوعت قصائد الديوان بين السجون والزنزانات، كما تحدث عن الشهداء في الثلاجات وعن اعتصامات الناس خارج السجن للتفاعل مع قضاياهم. عرف شاعرا وممثلا ومؤلفا مسرحيا، ولا تكاد تخلو أي مكتبة اليوم من واحدة على الأقل من مسرحياته. هو الأديب العالمي الذي عرف باسم الشاعر الإنجليزي الوطني ويليام شكسبير. ولد ويليام شكسبير عام 1564 في إنجلترا في مقاطعة وركشاير، وتحديدا في مدينة ستراتفورد أبون أفون. يعتبر كثير من الكتاب عبر العالم أن الفضل في انتشار أعمال شكسبير على نطاق واسع يعود إلى عدد من الناشرين المغامرين الذين أتاحوا أعمال الكاتب البريطاني للقراء وبأسعار زهيدة. كتابته المسرحيات كانت أكثر ما اشتهر به، حيث يعتبره الكثيرون أعظم مسرحي في كل العصور. كتب شكسبير في المسرح البريطاني خلال ما يسمى بعصر النهضة الإنجليزية، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الأدبية التي لا تزال منتشرة حتى الوقت الحالي. ومن بين المسرحيات التي قدمها شكسبير، حصلت 5 منها على الأفضلية بإجماع من أغلبية النقاد، وهي روميو وجولييت، ماكبيث، هاملت، يوليوس قيصر، الكثير من اللغط حول لا شيء. أحدثت العديد من عبارات وأقوال شكسبير التي وردت في مسرحياته أثراً مهماً في اللغة الإنجليزية الحديثة، فأدرجت في القواميس الحديثة وأصبحت جزءاً من اللغة المستخدمة اليوم. ومن أبرز أقوال شكسبير: ليس كل ما يلمع ذهباً، أن تكون الكل والنهاية، العبرة بخواتيمها. توفي شكسبير عن عمر يناهز 52 عاما في 23 من شهر أفريل عام 1616. يختتم اليوم معرض حلال إكسبو 8 الذي شاركت فيه الجالية العربية المقيمة في تركيا. المعرض انطلقت فعالياته الخميس الماضي باسطنبول، يستعرض الأعمال الفنية والحرف اليدوية. المشاركة العربية كانت برعاية اتحاد المرأة العربية بالتعاون مع الجمعية العربية ومختلف الجاليات العربية. شاركنا حلال إكسبو منذ يومين، الحمد لله 100
السيدات العرب بيشارك الأشكال اليدوية من فلسطين، من سوريا، من العراق، من مصر، من اليمن، من 9 دولة بيشاركين فيها، من لبنان معايا أخي لبنان، من الجزائر. هذا دعم السيدات العرب يعيشين في تركيا. طبعا احنا اسسنا قبل 9 شهور اتحاد المرأة العربية في تركيا، يعيشين كما تعرفون 5 مليون الجاليات العربية موجود هنا. هذا المعرض الدولي مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي دعمها، عمل هذا المؤتمر معرض الحلال اكسبو إسلامي، يعني شيء جيد. يعني من تقريبا 7 يعني من 57 من دولة إسلامية، من 45 دولة بيشارك هذا الهلال اكسبو. تنظم السعودية فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الذي سيقام في مسرح مرايا بمدينة العلا القديمة في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر إلى غاية 12 فيفري، ويستمر على مدار 6 أسابيع. شتاء طنطورة هو مهرجان سنوي يضم عدة حفلات موسيقية عالمية وأنشطة ثقافية ترفيهية متنوعة. يستضيف المهرجان فنانين عالميين على غرار الملحن والمؤلف الموسيقي المصري عمر خيرت وأيقونة الطرب اللبناني ماجد الرومي، إلى جانب الموسيقار الكبير أندريا بوتشيلي والمغني السعودي عبد الرحمن محمد. أعلنت السلطات العراقية أن إيوان المدائن أو ما يعرف بطاق كسرى الأثري جنوب شرق العاصمة بغداد، الذي يبلغ عمره أكثر من 1400 عام ويعد أكبر قوس مشيد من الطابوق في العالم، سيخضع لأعمال ترميم في إطار الجهود المبذولة لإعادة بريقه السابق. وقال وزير الثقافة العراقي حسن ناظم إن الأعمال الجارية تهدف إلى وضع دراسات عن التربة وعن الأساسات وتدعيم الموقع القريب من ضفة نهر دجلة. من جهته قال رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية ليث مجيد حسين إن المرحلة الحالية ممولة من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع بميزانية قدرها 700,000 دولار. نهاية النشرة الثقافية، نلتقي في مواعيد ثقافية لاحقة. السلام عليكم.